السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع ممتاز جدا اسمه وورد ريفرنس، ده بتكتب فيه أي كلمة هو بيبدأ يجيبها لك بالنطق زي ما أنت عايز بأكتر من لغة ويجيب لك نطق سليم ليها. طيب خلينا مثلا نقول له أنا عايز كلمة ريفرنس ديت تجيب لي النطق بتاعها، فهو بيبدأ يجيب لك اللغة زي ما أنت شايف ويقول لك بقى أنت عايز تسمعها باليو اس Reference. ولا باليو كي Reference. ولا أكتر Reference. أكتر من حاجة بالإنجليزي، كل ده بالإنجليزي. Reference. Reference. طب أنت عايز السرعة بتاعتها تبقى عاملة إزاي؟ Reference. بس Reference. طيب خلينا نقول له 100%. Reference. وهنا بيجي يقول لك تلاقيها زي مكتوبة في القاموس ويبدأ يجيب لك كذا ترجمة ليها. فهو موقع ممتاز ممكن واحد من خلاله يتعلم أفضل طريقة لنطق الكلمة، وطبعا في لغات تانية أخرى أسباني فرنساوي إيطالي وهكذا.